لو انت عندك دفاية 3 شمعات او 2 او 4 شمعات على حسب الدفاية اللي عندك، اي ان كان نوع الدفاية ان شاء الله النهاردة هنفكها. طبعا هي فيها عطل، مثلا في شمعة فاصلة، في شمعتين فاصلين، في كل الشمعات فاصلة، مش عارف المشكلة في الشمعات ولا في الدفاية نفسها. هعلمك ازاي تفك الدفاية وتبدأ تكشف على الشمعات بلمبة السيريا، بس هعلمك برضو تعمل ازاي لمبة السيريا، ما تقلقش من اي حاجة. وهعلمك ازاي تختبر المفاتيح وتختبر الكابل وتختبر كل حاجة، وتبدأ منين اصلا ان انت تختبر في الدفاية. وكمان لو الشمع بايظ هعلمك ازاي تغيره، ولو في اي حاجة عطلانة هعلمك ازاي تصلحها ان شاء الله. يعني ان شاء الله هتطلع من الفيديو ده تعرف تصلح الدفاية بتاعتك ايا كان شكل الدفاية. تابعني لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب المتابعين في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما قلت لكم في مقدمة الفيديو، لو انت عندك دفاية 3 شمعة، 2 شمعة، 4، زي ما كان بقى عدد الشمعات، هعلمك ان شاء الله ازاي تتفك وازاي تكشف على الشمع وتحدد العطل فين وتصلحه بنفسك وكل حاجة ان شاء الله بلمبة السيريا. طبعا لمبة السيريا دي سهلة جدا، مش مفيهاش اي صعوبة. هتظهر دلوقتي قدامكم صورة انا مصممها طبعا وبعرضها في كل فيديو عشان اعلمك ازاي تعمل السيريا. انت حضرتك بتجيب لمبة عادية خالص اللي هي بتكون حمرة دي اللي هي بتاعت زمان، وبيجيب لها دوايا وبيجيب لها كابل، وبتيجي من الطرفين بتوع الكابل وبتقطع سلكة كده من الاتنين، فبالتالي هيطلع معاك طرفين. تمام، الطرفين دول يا جماعة لما بتلمسهم على بعض كده اللمبة طبعا المفروض ان هي بتنور. تمام، اللمبة زي كده لما بتلمس تلاقيها بتنور، يبقى هي دي السيريا اللي احنا ان شاء الله هنستخدمها النهارده في القياس بتاعة الدفاية، وتنفع في قياس اي جهاز بنستخدمها برضه. فيعني دي تعملها وتخليها عندك في البيت، اي حاجة عطلت انت ممكن تستخدمها تكشف بيها ويعني تكشف الدايرة نفسها واصلة ولا مش واصلة. الدفاية دي يا جماعة بنحطها في الكهرباء، تمام، ما بتعملش اي حاجة. انا حطيت الفيشة في الكهرباء ومش بتديني حاجة خالص، يعني مثلا مش بتنور وفي شمعة تشتغل او شمعتين ما يشتغلوش او اي حاجة، لا مفيش الكلام ده، هي مش مدينا كهرباء خالص، وفي نفس الوقت مفيش اي حاجة بتشتغل. تمام، هي لو هي عندك بنفس الشكل ده ماشي، هي عندك مثلا بتشتغل شمعة واحدة والباقيين شغالين ماشي، في شمعة اتنين شغالين واحدة بس لا شغالة، يعني في شمعة واحدة شغالة والباقي مش شغال ماشي، في مثلا كلهم مثلا ما بيشتغلوش مرة واحدة وهي بتنور ماشي. عامة يعني ايا كان العطل لازم تتعلم تحدده بالظبط فين. انا هعلمك هكشف لك كل الاعطال بتاعتها بحيث ان انت تبقى عارف لو العطل عندي مختلف عن عندك برضو تعرفه وتحدده. لو هي الدفايه يا جماعه فاصله خالص مش مديها كهربا، اول حاجه هتبدا تبص عليها البكاله المدور دوت اللي بيكون راكبه فيه القاعده، طبعا بس انا فككت لها المسمارين بتوعها عشان اعرف بس اشتغل عليها واوريها لكم كويس. انا بنفك المسمارين دول اللي هم طبعا داخل في العلبه اللي داخل فيها الكابل بتاع الكهرباء. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين انا فكيت المسمارين، طبعا هبدا كده ان انا اطلع بالعلبه ديت، ده الغطا بتاعها طبعا. زي ما انتم شايفين بيكون ليه سوسته وبيكون ليه ده طبعا الحساس. الحساس ده يا جماعه فايدته طبعا ان الدفايه لما بتكون واقفه تشتغل، لكن لما بتكون نايمه او لو هي مثلا عيل صغير خبطها ووقعت فالحساس ده زي ما انتم شايفين ده بيترفع كده فبالتالي بتفصل، لكن لما بتكون واقفة بتكون دايسة على الريشة النحاس اللي قدامكوا دي لتحت كده فبتكون مديها امر لما بتكون واقفة في وضعها الطبيعي. ممكن احيانا الحساس ده بيعلق، يعني ممكن تلاقي فيه مثلا فيه مشكلة. فدلوقتي طبعا هنبدأ ان احنا نجرب الحساس ده عشان نعرف اذا كان بايظ ولا لا. ده طبعا اول حاجة ممكن نعملها لو هي فاصلة كهرباء، لان الكهرباء مصدرها الحساس ده. خلاص احنا كده حطينا الفيشة في الكهرباء، ممكن ان احنا ندوس على الريش بتاعة الحساس دي لتحت كده، تمام، بحيث نديله امر. زي ما انتم شايفين هنلاقي كده اللمبه نورت معانا، معنى كده طبعا ان هو شغال. هنبدا ندوس اون، هنلاقي طبعا عملت صوت زي ما انتم شايفين، ولكن برده مفيش شمع اشتغل. معنى كده نفهم ايه يا جماعه؟ نفهم ان الكابل شغال والحساس شغال. طالما هي طبعا في كهرباء وصلت هنا معنى كده ان الفيشه موصله كهرباء، وطالما برده ادت نور معنى كده ان الحساس شغال. واحد يقول لي طب هي ما ادتنيش نور، يبقى المشكله فين؟ ممكن تبقى المشكله في الكابل. طب ازاي نختبر الكابل؟ هنختبر الكابل زي ما هقول لك دلوقتي. طبعا الكابل بتاع الكهرباء زي ما انتم شايفين بيكون ده يعني في معظم الدفايات بيكون ثلاث اسلاك طالعين منه. في سلكه هتلاقي فيها اخضر في اصفر اللي انتم شايفينها دي. السلكه دي دايما بيكون ارضي في اي جهاز. لقيت الفيشه بتاعته فيها ثلاث سلكات وفي سلكه
اصفر في اخضر، اعرف ان دي ارضي ملهاش لازمه فتخليها على جنب. هتلاقي سلكه بني وسلكه زرقاء مثلا زي كده، هما دول السلكتين بتوع الكهرباء. عندك هنا واحده داخله على الحساس وواحده داخله على الكهرباء على طول في الدفايه نفسها، ومن الحساس طالعه واحده اللي هي الحمراء وداخله لتحت. فدلوقتي احنا عشان نبدا نجرب الكابل هنحتاج الطرف البني يكون في حاجه باينه منه زي كده مثلا، والطرف التاني ده هنقشر منه حته من هنا بحيث ان احنا نلمس عليها بالسريع كده. انا بينت يا جماعه اهو جزء من الطرف اللي هو الازرق بتاع الفيشه، وطبعا الطرف التاني ممكن المس انا هنا لان هو طبعا واصل هنا ودي عريانه اهي، يعني ينفع اوصل عليها. هجيب طرفين السريع اتاكد ان هي شغاله، وهجيب الفيشه بتاعت الدفايه نفسها وهقفلها بمفك، يعني بنفس الشكل ده كده اخليها المس الطرفين على بعض بمفك زي كده، بس اتاكد ان هو لامس كويس ماشي، واسيبه زي ما هو كده ملمسوش عشان ما تكهربش. واجيب الطرفين بتوع السريع، هجيب طرف من السريع اثبته على الازرق والطرف التاني هثبته على البني بنفس الشكل ده. لقيته نور معاك معنى كده ان الكابل كله سليم بالفيشه بكل حاجه سليمه ما فيهاش اي مشاكل. دي كانت طريقه اختبار الكابل. طبعا احنا قلنا الكابل والحساس ده تبص عليهم لو هي فاصله كهرباء خالص، لكن لو هي بتنور هنا مثلا ولكن مش شغاله هنبدا نفكها، ولو هي بتنور هنا وفي شمعه بس شغاله او الباقي فاصل برضه هنعوز نفكها. الكلام ده لو فاصله خالص ما بتنورش يبقى احنا نقيس الكابل والحساس زي ما احنا لسه عاملين دلوقتي. طيب احنا دلوقتي هي بتنور بس مش شغاله، هنبدا نفك الدفايه. طبعا زي ما انتم شايفين هي فيها شمعه سايبه مفكوكه من مكانها برضه. الظهر ده متسبب بمسامير زي ما انتم شايفين حوالين داير، هنا برضه في مسامير اهي من تحت تمام اهي مسامير. كل المسامير دي اللي هي على البرواز بتاع الظهر دوت كده لازم أن تتفك عشان نبدا نفك الظهر ده ونبص على الدفايه من جوه. كده انا فكيت كل المسامير بتاعت الظهر، هبدا كده ارفعه يا جماعه من اي جنب نفس الشكل ده كده، اوسعه بس واطلعه زي ما انتم شايفين كده. انا خلعت يا جماعه الظهر اهو، هسيبه دلوقتي على جنب. انا كده فكيت الدفايه، دلوقتي عشان ابدا اختبر الشمعات يا جماعه مش عارف اختبرهم من هنا طبعا لان الجنبين دول طبعا مغطيين على الشمعات من الجنبين. طبعا الجنب بيكون ليه مسمارين من ورا من هنا ومسمار برده موجود ورا هنا، فانا هفكه دلوقتي مع بعض. نخلي بالنا يا جماعه لان المسمار الطويل ده اللي بيكون في الجنب هنا ما ينفعش احط مسمار قصير. نفك برده المسمارين اللي من ورا كده. انا فكيت يا جماعه الجنب اهو، مش شرط بقى ان انا افك الجنب التاني، ممكن ان انا احرك كده الصندوق كله كده بنفس الشكل ده عشان ابدا اختبر من هنا وهنا، بحيث ان انت لو فكيت الجنبين ممكن تلاقيها اتبهدلت معاك كلها فصعب ان انت تجمعها تاني، انما كده هتكون سهل عليك شويه. عشان ابدا اختبر الشمعه يا جماعه، الشمعه طبعا بيكون لها طرف من هنا وطرف من الناحيه التانيه تمام. عشان ابدا اختبر هلمس الطرف من الناحيه دي، بس طبعا هلمس على الترميله نفسها الحديد والمس من الناحيه التانيه. زي ما انتم شايفين كده ما بتنورش. طب اجرب اللي جنبها برده ما بتنورش. التالته برده جربها مش شغاله، معنى كده ان التلات شمعات مش شغالين. طب هي لو هي شغاله بتعمل ايه؟ يعني مثلا دي يا جماعه شمعه شغاله اهي، عشان نبدا نختبرها هنعمل زي ما قلت لكم، نلمس عليها من هنا ومن هنا زي ما انتم شايفين هتلاقيها نورت يا جماعه بنفس الشكل ده، معنى كده ان الشمعه كلها شغاله. لكن لو جينا هنا ولمسنا كده ما تلاقيها ما بتشتغلش، معنى كده ان التلات شمعات عايزين يتغيروا. خلاص كده احنا عرفنا ازاي نكشف الشمعات نختبرهم، يبقى هي مشكله الدفايه اصلا في الشمعات. دلوقتي بالنسبه لتغيير الشمع انا دلوقتي هفك هقول لك ازاي انت تغيرهم تمام، بس هو مش موضوعنا النهارده ان احنا نغير الشمع، ده ليه فيديو وحده ان شاء الله هنعمله الفتره الجايه. بس انا هقول لك كده فكره سريعه بحيث لو انت فكيت ما ترجعش تستنى بقى لو تغيره على طول تمام. دلوقتي بس الاول هنتعلم ازاي نختبر موتور الجريل ده اللي بيخلي الدفايه تلف يمين وشمال. عشان نختبره برده بالسريع يا جماعه بنيجي من الطرفين بتوعه ونقشرهم تمام بنفس الشكل ده، نبين بس كده حته نحاس من الطرف ده وحته نحاس من الطرف الثاني بحيث ان انا
اعرف يعني المس عليهم بالسيريا على الطرفين بتوعه وابدا اختبرهم. هنجيب فيش السيريا وهنلمس على الطرفين زي ما انتم شايفين موتور الجريل اللي بيلف اهو، لاحظوا معايا هنا كده عند اشاره السهم. موتور الجريل ده اللي بيخليها تلف يمين وشمال كده، ده شغال. طريقه تغيير الشمع يا جماعه عشان لو انت فكيته هتشتغل على طول بدل ما تستنى بقى الفيديو الجاي وتتاخر، هتعمل زي ما انا هقول لك دلوقتي بالظبط. هنلف كده يا جماعه وش الدفايه بنفس الشكل ده تمام، وهنبدا ان احنا نفك السلك اللي هو من بره ده، بيكون كده متني تتنيه كده، تحاول انت تعدلها بايدك تمام كده. انا فكيت الشبكه او السلك ده اللي هو معمول طبعا عشان الحمايه، ما حدش يحط ايده. هنفك برده الشبكه الثانيه اللي جوه دي طبعا مخصصه ان هي توزع الحراره في كل الاتجاهات عشان برده تدفي وتبقى كويسه. بتكون طبعا متنيه عليها كليبسات بنفس الشكل ده، بنعدلها. بعد كده بنطلع بالشبكه ديت، بس نخلي بالنا بقى ان دي خفيفه جدا، لو اتنت منك هتلاقيها باظت، تحافظ عليها. زي ما انتم شايفين هنا كده يا جماعه في شمعة طبعا متكسرة اهي، بص عاملة ازاي، ده الباقي بتاعها، وبقية الشمعات برضو راكبة في مكانها. لو انت عايز تغير الشمعة زي ما انتم شايفين بتركب هنا كده كبس من اتجاه، وتيجي في الاتجاه التاني برضو تركبها كبس، يعني هي تركيبها سهل. زي ما انتم شايفين برضو متكسرة اهي بايظة، هتفك برضو الشمعة كده اهي بنفس الشكل ده. لما تيجي تركبها تركبها من ناحية ضغط، ومن الناحية التانية برضو تركبها ضغط بنفس الشكل ده. لو هي شكل الشمعة مختلف، اللي هو مثلا الشمعات اللي بيكون ليها كليبسات بتركب كليبسات كده فيها من بره، دي طبعا بيكون ليها برضو هنا زي بيت كده او كليبستين ماسكينها بيض، دولت بيتخلعوا كده بتنيات من الجنب وبتطلعوا بيطلعوا بره وتركبها، وبعد كده تيجي مركب البتاعات البيضة دي تاني. انت عامة اول ما تفكها وتوصل للنقطة دي هتفهم هي راكبة ازاي وهتبدا ان انت تفك فيها خلاص. ولو هي بتركب كبس بنفس الشكل ده دي طبعا سهله. طبعا دول القدام هنشيلهم بقى دلوقتي مش هركبهم تاني كده. انا عرفتكم ازاي تغيروا الشمعات عشان لو بايظين. طبعا انا زي ما قلت لكم موضوعنا النهارده مش على تغيير الشمع، فبرضه عشان الفيديو ما يكونش طويل فانا دلوقتي هبدا اقفل تاني. انت بقى لو انت غيرت الشمع بتجيب الشبكه، الشبكه اللي هي الحراريه دي الاول، هتنزلها مكانها وتبدا تتني الكليبسات الاربعه عشان ما تطلعش لوحدها تاني. بعد كده هتجيب الشبكه وتحطها عليها وتبدا تتنيها برده كده من الجناب من الاربع اتجاهات عشان ما تتخلعش تاني لوحدها. بعد كده هترجع تنيمها تاني كده في مكانها وتبدا ان انت تنزلها تاني لجوه زي ما كانت راكبه بالظبط. بعد ما كده يا جماعه نزلتها في مكانها كده وريحتها، اتاكد بقى من حاجه مهمه جدا، يعني احاول انا الفها الناحيه التانيه بنفس الشكل ده كده، اتاكد ان هي داخله من هنا يا جماعه من كل الاتجاهات ما تكونش طالعه من بره تمام. بعد كده هاجي مرجعها تاني كده في نفس الشكل الجنب، طبعا بيركب كده بنفس الشكل ده، وهاجي مدخله في المكان بتاعه. هربط المسمار اللي من هنا الاول، طبعا زي ما قلت لكم المسمار ده بيكون مسمار طويل بيكون مميز شويه، بقيه المسامير بيكون قصيره، فانا هبدا اركب المسمار اللي في الجنب كده. انا ربطت من الناحيه دي، هاجي من الناحيه التانيه هربط يا جماعه هنا المسمارين دول لو هما مش مظبوطين احاول ان انا اظبطهم كده، وابدا اربط المسمارين. وطبعا هي راكبه من قدام كويس زي ما انتم شايفين كل الاتجاهات راكبه في مكانها. هبدا بقى ان انا اركب الظهر، الظهر طبعا بيركب بنفس الشكل ده يا جماعه تمام. هبدا ان انا اركبه في مكانه، ممكن يا جماعه اركبه مثلا من قدام كده الاول واربط المسمارين، وبعد كده ارجع اكمل الناحيه الثانيه، لان انا بيبقى صعب شويه ان انا اركب كل الاربع اتجاهات مع بعض كده. انا ربطت هنا من قدام، اجي مثلا على الاتجاه اللي هو في الجنب ده وابدا ان انا برضو اركبها كده في مكانها. زي ما انتم شايفين كده انا ركبت هنا يا جماعه اهو، هربط بقى المسامير اللي في الجنب. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه طبعا الكابل بيعدي من هنا كده تمام. احيانا بيكون ليها فيز بيركب في المسمارين دول كده، لكن طبعا الدفايه دي ملهاش. وطبعا زي ما انتم شايفين الحساس ده بينزل هنا كده في المجرة دي، نبدا ان احنا ننزله كده بنفس الشكل ده
كده الحساس ركب في مكانه. ما ننساش ندي حتة بلاستر هنا على السلكة العريانة دي عشان لو لمست الحساس هنا ما تعملش معانا قفلة. بعد كده اجيب عندي الوش ده، طبعا بيركب فيه الحساس بنفس الشكل دوت كده، وبيركب من وراه السوستة بالصباع ده. خلاص بعد كده هنبدأ نركبه في مكانه. نبدأ يا جماعة ننزل كده زي ما انتم شايفين، ونربط بقى المسمارين. خلاص هقفلهم وارجع لكم تاني. كده يا جماعة اتعرفنا في الفيديو النهاردة ازاي ان احنا نكشف العطل، نحدده فين بالظبط، وازاي ان احنا برضو نعرف نعمله. تمام، عرفنا ازاي نكشف على الكابل، وازاي نكشف على الحساس نعرفه اذا كان شغال ولا لا، وازاي نجربه، وعرفنا ازاي نختبر الشماعات برضو، وعرفنا ازاي لو هي بايظه نركبها، وعرفنا برضو ازاي نختبر موتور الجريل اللي بيخليها تلف يمين وشمال، وعرفنا ازاي بيشتغل. طبعا موتور الجريل لو بايظ بيبقى كل مسمارين برضو هتفكه وتركب غيره على طول، مش هيحتاج منك اي مجهود. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس على اختيار الكل، عشان اول ما ننزل الفيديو ان شاء الله تكون انت اول واحد بتشوفه. وطبعا لو ما عجبكش الفيديو برضو تكتب لي كومنت وتقول لي رايك ايه عشان نطور من نفسنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.